السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوة باردة بدون فرن، زوينة وكتكون فيها غير ثلاثة ديال المكونات، فيها اللوز والبسكوي والشوكولاتة. غادي نحتاج في المقادير ديالها 4 ديال اللوز، كما شفتوا راه ضروري خصكم تقليوه، يعني تسلقوه من السلقة وكتفسخوه وتقليوه وتطحنوه، كتخليوه شي شوية فيه شي طريفات هكذا يعني صاينين، وكديروا نص ديال الكمية ديال اللوز. يعني انا دايره هنا 250 غرام ديال اللوز، غديروا معاها 125 غرام ديال بسكوي، اي بسكوي بغيتو، يا اما جولدن يا اما ماريا، هادو اللي كيجيو في كيتواتاو مع اللوز. وغادي نجمع الشكلاط الابيض، غادي نذوب واحد الكميه ديال الشكلاط تقريبا. انا هنا ذوبت واحد 100 غرام، الا خاصني غادي نزيد، غنذوبها في حمام مريم الشكلاط الابيض، وغادي نخويو الشكلاط على البسكوي واللوز وغادي نجمع بيديا. فوالا البنات، هنا من بعد ما جمعنا الحلوه ديالنا بالشكلاط، دابا غادي نشكلوها. غناخد كره من الخليط اللي درنا وغنديرو في الكوك، وغادي نديرو في هذا المول هذا اللي كنعصرو ديال العصاره، وكنضغط عليه بيدي باش يعطيني الشكل ديال الشكل اللي موجود في هذه العصاره هذه. صافي، وكنزولوه بهذا الشكل هذا. دابا كنجي لداك الراس الفوقاني وكنقلب هذه العصاره وكنضغط عليه باش ندير حفره اللي غنديرو فيها شويه ديال الشكلاط. صافي، كملي كنضغطوا عليه بالراس ديال العصاره كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نساليهم كاملين وغادي نديرهم في الثلاجه يبردوا وندوب شويه ديال الشكلاط كحل ورجع معكم. فوالا البنات، الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا من بعد ما كتبرد كندير لها واحد شويه ديال الشكلاط كحل الوسط، وهاد الحبيبات هادو ديال الشوكولاته في الالوان كما شفتوا راه كتجي زوينه بزاف وراقيه. وبالنسبه لهاد الاقتراح ديال العصاره ماشي ضروري، الا عندكم ليمول ديال السيليكون راه ديروهم غير في المولد السيليكون وما ديروش الكوك، يعني غديروهم نيشان بلا ما ديروا الكوك فيهم، يعني الوجه ديالهم ما ديروش فيه الكوك، غادي نيشان ديروهم في المولد السيليكون وكتزينوهم بالشوكولاته الكحل. انا علاش درت الكوك؟ باش ما تلصقليش في العصاره، هادشي علاش. كنتمنى ان شاء الله هاد الحلوه تعجبكم ونشوفكم فيديو جديده. والسلام عليكم.